ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في افضل حال وفي افضل صحه. تعالوا نعمل مع بعض النهارده الجلاش بالصوابع بطريقه سهله. بصوا غرقان ازاي في العسل والتحفه، طعمه خطير. بصوا عامل ازاي، شايفين؟ بصوا من جوه عامل ازاي، حاجه كده في منتهى الجمال واللذاذه. بس لو اول مره تشوفيني ما تبخليش عليا، في كومنت حلو زيك ولايك، ولو ما اشتركتيش في القناه اشتركي عشان يوصلك كل جديد من فيديوهاتي. هنحضر مع بعض النهارده الجلاش بطريقه حلوه قوي هتعجبكم. زي ما انتم شايفين عندي هنا لفه جلاش جايباها بالشكل ده كده، دي نص كيلو. تمام، عايزه اول حاجه احضرها اللي هي الحشوه بتاعتنا. الحشوه عندي النهارده عباره عن ايه؟ سوداني على قرفه، معلقه قرفه كبيره، على طبعا كميه السوداني اللي انت عايزاها، على جوز هند، على سكر عادي من اللي احنا بنستخدمه. قلبتهم مع بعض بالشكل ده كده، يبقى هنا سكر، جوز هند، سوداني، قرفه. عايزه تحطي اي حشوه تانية براحتك، انا بديكي فكره وانت ممكن تغيري في الحشوه. طب انا عايزه الحشوه تتربط مع بعض، احط ايه؟ احط شربات. انا هنا محضره الشربات بجهزه من قبلها بالشكل ده كده. دول كوبايتين من السكر، عليهم كوبايه ونص من الميه، عليهم عصره ليمون. اول ما بيغلي بوطش النار وبسيبهم 10 دقايق، بعد كده بطفي. تمام، هنا حطيت كده معلقه كبيره من الشربات وببدا ان انا ايه ادمج كده الحشوه بتاعتنا. هزود معلقه كمان اهو بالشكل ده كده، ونركن بقى الحشوه على جنب. خلاص كده حضرنا الحشوه، حضرنا الشربات. لو انت مش عامله الشربات بتحضريه من قبل ما تشتغلي في الجلاش عشان تسيبيه يبرد ياخد راحته. هبدا بقى اني افتح كده لفه الجلاش بالشكل ده، واكون محضره نص كوبايه من السمنه مسيحيها، طبقه من الجلاش، وهبدا ان انا امسح كده بالسمنه بالشكل ده. ما تحطيش سمنه كتير قوي يعني. بعد ما مسحتها بالسمنه كده مسحه خفيفه، هاجي بطبقة تانية بتكون قدها برضو في المقاس. حاولي تخلي كل طبقتين قد بعض، تحاولي تظبطيهم على بعض كده. وببدأ برضو ان انا امسحها بالسمنة السايحة كده، مسحات خفيفة يعني. المسحات دي بتخليه يبقى مورق بس ما تكتريش قوي. بعد كده بحط الحشوة بقى بالشكل ده كده، وببدأ ان انا اسويها كده اهو بالشكل ده اهو. تمام، وببدأ بقى ان انا الف اهو، وديها ايه مسحة من السمنة واكمل لف اهو. كل كده كم لفة كده بمسح بالسمنة مسحة اهو، شايفين اهو؟ دي مسحة كمان كده، شايفين المنظر حلو ازاي؟ نيجي عند اخر واحده كده ونمسحها بقى بالسمنه عشان ما تقفل، تقفل على بعض تضم كده اهو. هجيب بقى هنا صينيه مدهونه سمنه، وهنا جيت على وشها كده وحطيت سمنه اهو، وببدا ان انا ايه ارص كده. هعمل بقى كل الكميه بالطريقه دي. زي ما انتم شايفين كده خلصت بقى الجلاش اللي عندي. هنا بدات بقى ان ادهن الوش كده بالسمنه بالشكل ده كده اهو. هبدا بقى ان انا اقطعه قبل ما ادخله الفرن، لازم اقطعه. اي تقطيع بقى انت حباها، صوابع بقى كبيره، صوابع صغيره، زي ما انت عايزه. تبداي بقى تقطعيه كده، اهم حاجه لازم تقطعيه قبل ما يدخل الفرن، ما ينفعش تدخليه بقى كده تقطعيه. زي ما انتم شايفين كده حبايبي طلعته بقى من الفرن، دخلته على درجه حراره 180، سويت من تحت الاول، بعد كده اديت الشوايه لون خفيف. ببدا ان انا اسقيه بالشربات، الشربات بارد، واللي عندي الجلاش هنا ده سخن، ما ينفعش سخنه على سخن، ما ينفعش بارد على بارد، لازم حاجه سخنه وحاجه ساقعه. ببدا ان انا اسقيه كله كده. بعد ما بسقيه بسيبه بقى يتشرب، وبعد كده نقدمه سوا مع بعض. زي ما انتم شايفين كده حبايبي ده شكل الجلاش بتاعي بقى بعد ما طلعته كده واتشرب. بصوا اللون من تحت، بصوا من فوق، بصوا عامل ازاي، حاجه كده تحفه، جميل قوي بجد، جربوه مش هتندموا. ده كان فيديو النهارده، يا رب اكون قدرت افيدكم. استنوا فيديو جديد وحلقه جديده معانا.